وزير الداخلية يطالب بترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان. مبادرة برلمانية شعبية تطالب بتغيير قانون الجنسية النمساوي. إدانة 10 أشخاص بتهمة المشاركة في عمليات تهريب البشر. دائرة الهجرة في فيينا تزيد عدد الموظفين إلى 660. فيينا تصادر السيارة الأولى لسائق قاد بسرعة 114 كيلومتر في الساعة. الجمارك تنفذ 310 ألف عملية تدقيق في العام 2023. أسعد الله أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا وفيها. دعا وزير الداخلية جيرهارد كارنر إلى إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلادهم، مستشهدا بأن مدينة دمشق تعتبر منطقة آمنة. وقبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، طالب كارنر بتنفيذ اتفاقية اللجوء والهجرة من أجل تخفيف الضغط على أوروبا، ويشمل ذلك حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال، وكذلك عمليات الإعادة والترحيل الفعالة والمتسقة. بينما عارضت وزيرة البيئة الخطوة بشدة، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. طالب تحالف مواطني الجنسية المزدوجة في الخارج بتغيير قوانين الجنسية عبر مبادرة برلمانية ووضع معايير واضحة للحصول على الجنسية الثانية دون فقدان النمساوية. وانتقد التحالف الحظر الحالي الذي يجعل الحصول على الجنسية المزدوجة استثناء، ما يؤدي لفقدان المواهب النمساوية في الخارج. واقترحت المبادرة معايير محددة تسمح بتقييم عادل للحصول على الجنسية الثانية بسبب المعايير القديمة التي لم يتم تحديثها منذ 3 عقود. لذلك أعلن عن البدء بحملة توقيعات. يذكر أنه يوجد أكثر من 613 ألف نمساوي في الخارج. أدانت محكمة غراتس 10 أشخاص بتهمة تهريب البشر كجزء من منظمة إجرامية بعقوبات تتراوح بين 2.5 و3.5 سنوات في السجن. ويشكل المتهمون الطبقة الدنيا من منظمة إجرامية دولية، حيث لا يزال الزعماء الكبار قيد الملاحقة. وساعد المتهمون في تهريب المهاجرين من بودابست إلى ألمانيا والنمسا في شاحنات صغيرة، وتورطوا في حوادث مختلفة يعاقب عليها القانون، وقاموا بتحصيل مبالغ مالية بين 1500 إلى 2500 يورو من الشخص. وقد نفى المتهمون الانتماء للمنظمة، والأحكام غير نهائية. أعلنت حكومة فيينا عن زيادة أعداد الموظفين في دائرة الأجانب MA35 ب105 موظف إضافي، ليصل الإجمالي إلى 660 موظفا. وازدادت طلبة الجنسية النمساوية، ما وضع إدارة الهجرة في فيينا أمام تحد جديد، حيث ارتفعت الطلبات من 400 طلب شهريا من 2019 إلى 1000 طلب شهريا على الجنسية الآن. وتتمثل الأسباب في أهلية اللاجئين من سوريا الذين وصلوا في فترة 2015 بحصولهم على الجنسية. ويذكر أن الشخص ينتظر ما يصل إلى سنة للحصول على موعد. صادرت شرطة فيينا أول سيارة لسائق شاب متهور كان يقود بسرعة 114 كيلومتر في الساعة، إضافة لمصادرة رخصة قيادته. وقد تم تطبيق قانون مصادرة السيارة لأول مرة في فيينا الذي اعتمد منذ بداية مارس، حيث كان للسائق سجل جنائي في مخالفات السرعة وتمت مصادرة سيارته. ووقعت الحادثة بالقرب من مستشفى أكها، حيث عرض مدخل سيارات الإسعاف للخطر. وأكدت وزيرة النقل ليونير جافسلر على أهمية المصادرة في حالات تجاوز السرعة بشكل كبير.
كشف وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر ورئيسة الجمارك عن نتائج عمل الجمارك لعام 2023، حيث جمع 8.1 مليار يورو. وشهد العام الماضي زيادة في تهريب المخدرات بنسبة 24%، مع ضبط كميات كبيرة من القناب ومواد العلاج النفسي، وتم ضبط أدوية مهربة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى التبغ المهرب والحيوانات وأجزاء من الحيوانات. وارتفعت الضرائب على السلع المقلدة، وأكد الوزير على التصدي للتهريب والحفاظ على حماية الحيوانات. لذلك قامت الجمارك ب 310 عمليات تفتيش. متابعينا، نشكر لكم حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.